وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن مهرجان العالمين واختلاف الفعاليات والأنشطة اللي فيه واللي حصلت فيه. نجاح المهرجان لم يقتصر فقط على إقامة الحفلات والفعاليات، لكن كمان رسخ مفهوم مختلف عن الفعاليات الشاطئية، وعرفنا كتير يمكن من الرياضات المختلفة اللي حولت العالمين لكرنفال رياضي حقيقي. يا شاذلي، بكل تأكيد نقدر نقول كمان أنه كان في أولمبياد شاطئية أضافت زخم كبير على المهرجان، وهي بطولة التجديف اللي هنعرف طبعا تفاصيل عنها من الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. عايزين نتكلم في البداية عن طبيعة مشاركتكم في هذا المهرجان. طبعا مدينة العالمين الجديدة هي مدينة أولا صديقة للبيئة، تلاقيها على شعار اللي هي مدخل هي المدينة. وإحنا كاتحاد اللي هي التجديف لقينا يعني من أول من شاركوا في مدينة العالمين يمكن بقالنا حوالي 4 أو 5 سنين وهي لسه بتتبني، لأن إحنا شفناها ممكن تبقى مكان من أجمل الأماكن اللي هي للرياضات اللي هي التجديف الكلاسيك والشاطئية في نفس الوقت. حضرتك لازم تعرفوا ان في دلوقتي في بطولات عالم ابتدت تعمل على الشواطئ، اتعملت في البرتغال، اتعملت في ويلز في انجلترا، في ايطاليا، في اليونان. فاحنا مدينه العالمين هي يمكن تبقى اجمل مكان يتعمل فيه بطوله تجديف شاطئيه، ودي هتبقى بطوله اصبحت ليها بطوله عالم، وايضا كمان هتدخل في الاولمبياد اللي هي الفتره هي القادمه. فاحنا يمكن شفنا هذا الموضوع، وكانت طبعا تعاوننا مع الاجهزه المختلفه وجهاز المدينه مدينه العالمين ووزاره الشباب والرياضه مع الدكتور اشرف صبحي، وعملنا بطوله للتجديف اللي هي الشواطئ في مدينه العالمين. كانت المره دي كانت في شهر اغسطس في 24 و25 و26، وكان في نفس الوقت في بطولات تانية بتجرى في نفس الوقت، كان في بطولة اللي هي الفولي بول اللي هي الشاطئي، بطولة العالم في نفس الوقت. فكانت حقيقة بطولة أكثر من رائعة، واللي يتفرج على شكل تجديف اللي هي الشواطئ في على بحيرة العالمين على شاطئ العالمين في أجمل يعني مكان ممكن تتصور يتعمل فيه يعني بطولة، كانت حاجة أكثر من رائعة. كان في مهرجان اوبن اللي هي التجديف اللي هي الشواطئ، وايضا كانت اتعمل على معاها بطوله لبطوله التجديف اللي هي الشاطئي شارك فيها مجموعه كبيره جدا من الانديه. طيب خليني اقول ان احنا دايما بنحب نلقي الضوء على يمكن رياضات مختلفه، يعني زي طول الوقت احنا بنتكلم عن حاجات مختلفه، زي كنا بنتكلم من شويه على الجمباز، دلوقتي التجديف. خليني اقول انه حضرتك اتكلمت على الفولي بول، الرياضات الشاطئيه المختلفه اللي يمكن بتقام دايما في الشواطئ، لكن يمكن احنا كمواطنين ما عندناش قوي المعلومه عنها. قد ايه مهم انه مهرجان زي العالمين، مهرجان كبير جدا، يلقي الضوء على هذه الرياضات ويخلي الناس تهتم بيها؟ الفايده يمكن اللي بتعود على رياضات زي، خليك نتكلم بالتحديد على التجديف من بعد مهرجان العالمين، كانت ايه يا فندم في وجهه نظرك؟ طبعا فايده اكثر من رائعه بتدي اولا حاجتين، حاجه بالنسبه اللي هي للتجديف نفسه، وحاجه بالنسبه لمدينه العالمين، ان التجديف نفسه الناس بتعرفه اكثر، بتبقى معروف ان هي كمان رياضه شاطئيه، رياضه صيفيه، ممكن انا كنت بعتقد ان هي رياضه نيليه اكثر، هل ده حقيقي؟ طبعا التجديف من ايام قدماء المصريين طبعا رياضه نيليه، واصبحت بعد كده طبعا بتتعمل في النيل وفي الانهار، وبطولات العالم معظمها بتبقى في الانهار او البحيرات. لكن ما جد جديدا اللي هي رياضه التجديف اللي هي الشواطئ، واللي هي بتجتاح العالم دلوقتي بصوره يعني كبيره جدا. واحنا لقينا ان احنا يعني افضل مكان نبتدي بيها في مصر كان في مدينه العالمين. وحقيقه احنا انا بعت اللي هي الصور اللي هي للاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الدولي، مش عايز اقول حاجه، اللي هي الفيدباك وال يعني رجعت بصوره غير طبيعيه، مش متخيلين ان في مكان بهذا الجمال تتعمل فيه هذه اللي هي الرياضه. كان ردود افعالهم ايه يا فندم؟ العالم. نعم، قالوا لحضرتك ايه لما حضرتك بعت لهم الصور؟ ردود افعالهم كانت عامله ازاي؟ لا طبعا احنا يعني بنفكر ان احنا تتعمل بعد كده في بطولات دوليه تتعمل في مدينه العالمين، وقد تكون بطوله عالم للتجديف الشاطئي كمان تتعمل في يعني في اقرب وقت ان شاء الله. يعني انا بسال حضرتك ليه؟ لان انت في البدايه قلت ان احنا كان عندنا رؤيه، وانا بحيي حضرتك طبعا على هذه الرؤيه، ان انتوا كنتوا موجودين في هذه المدينه من البدايه.
فدي حاجه كويسه طبعاً. جدا انا كان عندي احد اللاعبين كان يعني التلفزيون كان بيصور معاه فقال لهم انا اول ما جيت هنا كنت لسه صغير كنت ناشئ وكانت الابراج الموجوده دي ما كانتش موجوده او كانت لسه بتطلع ودلوقتي انا سعيد ان انا كبرت دلوقتي وحصلت على بطوله الجمهوريه وفي نفس الوقت الابراج دي بقت عاليه زي ما انا بقيت عالي في التاديب في النهارده فاحنا فعلا من اوائل الناس اللي رحنا مدينه الهلال العالمين لان احنا شايفينها اجمل مكان في مصر وفيها كمان مواصفات يعني فيها جميع اللي هي الفنادق اللي هي ممكن يبقى عندك فيه سياحه رياضيه تيجي الدول الاوروبيه في فتره اللي هي الشتاء تيجي ان هي تتمرن هنا وهكذا. طب ده كويس، حضرتك قلت انه في بطولات عالميه رياضيه كتيره جدا بتتعمل على الشواطئ وذكرت في اليونان وفي ويلز وغيرها. احنا في مدينه العالمين دي اول مره نعمل الموضوع ده، شايف حضرتك احنا محتاجين ايه عشان يكون موجود في الدوره اللي جايه؟ طبعا هو السبورت والدعم من وزاره الشباب والرياضه، احنا محتاجين يبقى عندنا في قوارب اكتر للتجديف اللي هي الشاطئي، ان احنا يبقى في دعم لهذا الرياضه ودعم للانديه لتشجيعها على نشر هذه الرياضه في انحاء مصر مش بس في شواطئ البحر الابيض المتوسط، احنا عندنا اجمل شواطئ في مصر انكلودنج اللي هي البحر الاحمر وغيره، فممكن يبقى عندنا في انديه كثيره جدا تقام وافرع للانديه الموجوده تبقى في هذه الاماكن، طبعا محتاجه دعم من وزاره الشباب والرياضه، دعم من اكثر من مدينه العالمين والاجهزه الموجوده، ولكن طبعا انا شايف في دعم وفي ترحيب قوي جدا جدا، دكتور اشرف صبحي جه حضر هذه اللي هي البطوله عندنا وتوزيع اللي هي الجوائز، يعني كان يعني في تعاون وانا متاكد الفتره الجايه هيبقى فيها يعني نشاط قوي جدا لمدينه العالمين والتجديف الشاطئي في مصر ان شاء الله. ده يمكن اللي كنا بنتكلم فيه في بدايه الحلقه، انه من الجميل نلاقي اختلاف وتنوع في فعاليات المهرجان، وعرفنا عن رياضه مختلفه زي التجديف وقد ايه في الصور اللي احنا شايفينها مع حضراتكم من شويه شكل البحر وشكل المتسابقين يفرح فعلا ومبسوطين بوجود هذه الرياضه في مصر وفي مهرجان العالمين في نسخته الاولى، وبنتمنى ان شاء الله وجود مسابقات عالميه يتنافس فيها جميع دول العالم على ارض العالمين الجديده، وزي ما حضرتك ذكرت يا دكتور عمرو انه مدينه العالمين فيها المطلوب عشان يقام عليها هذه الفعاليات وهذه البطولات العالميه. بنشكرك دكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، كل الشكر ليك.